الملايين يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم. الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة. عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار. عشان رضا الوالدين عقم الإيدين. عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين. عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا جمال الشريف محدثكم. اليوم سنتحدث عن موضوع يعني قد يختلف عليه الكثير، هل هو مهم أم لا، بس من ناحية الناس اللي عاشوا هاي التجربة أكيد مهم جدا، اللي هو الزواج من جنسيات تختلف عن جنسيتنا، وخاصة احنا بنحكي عن عرب، نتجوز من سيدات أو رجال من غير العرب، بالإضافة إلى ما سيحدث للأبناء. اليوم حنتكلم في حلقة ماضية حتى استضفنا كابلز من واحدة أردنية متزوجة واحد صيني، وحكينا معهم وانبسطنا كتير ودردشنا وسمعتوا الكلام. اليوم حنتكلم عن الأبناء، عن الجيل الثاني، وهذا يمكن سؤال قليل ما طرح على سواء السوشيال ميديا أو على التلفزيونات. ماذا يحدث لهؤلاء الأبناء؟ ماذا يحدث لأبناء أبنائهم؟ أي ثقافة بتخذوا؟ أي ديانة؟ أي لغة؟ أي؟ كل هاي الأسئلة سنتعرف عليها اليوم وإجاباتها مع ضيفتنا الأستاذة لينا درباشي. أهلا وسهلا فيك أستاذة لينا من دالاس تكساس. مساء الخير جمال، شكرا على استضافتي، أنا سعيدة كثير بوجودي معكم. حياك الله. طبعا أهل دالاس كانوا في قلوبنا، وأهل تكساس كلهم في قلوبنا قبل أسبوعين عندما جاءت العاصفة. الحمد لله الآن الأوضاع عندكم أحسن. الحمد لله. بنحكي شميتوا ريحة كندا هيك شوي. عن جد دقنا كندا شوي. إن شاء الله تكون الأوضاع هلأ أحسن. بدنا نتعرف أول إشي عليك لينا، من هي لينا درباشي؟ لينا درباشي، أنا بعتبر حالي أمريكية فلسطينية يابانية وتكسانوية. حلو. أهل تكساس إلهم هذا بدهم يستقلوا. إحنا كتير فخورين في ولاية تكساس إن شاء الله. طيب نرجع من البداية، أمريكية لأنك أنت عايشة في أمريكا منذ فترة طويلة، ولا ولدتي في أمريكا؟ أنا ولدت في أمريكا في مدينة باتن روج في ولاية لويزيانا، بس يعني إحنا نقلنا رحلنا هون بعد يمكن 6 أشهر بعد ما ولدت. حلو. إذن أنت أمريكية المولد، فلسطينية ماذا؟ فلسطينية عشان أبوي فلسطيني. أوكي. بس كمان أنا بحب فلسطين، ويعني من عندي من نفسي كتير بعتبر حالي فلسطينية، حتى لو بابا اللي شجعني أكون فلسطينية كان يحكي لنا أنه أمك يابانية، أنت عايشة بأمريكا، بس أنت يعني 90% فلسطينيين، كان يحكي لنا اللي في الدم هاي. أوكي. واليابانية من الأم؟ من الأم. أوكي. طيب خلينا نحكي الآن عن الوالدين هذول، كيف التقى والدك ووالدتك؟ الله يحفظ لك إياهم يعني. الله يخليك. ملتقوا أبوي وأمي في كطلاب جامعة في ولاية كانزاس، وتجوزوا، وماما اقتنعت بالدين الحمد لله وأسلمت وتجوزوا، وبعدين رحلوا إلى لويزيانا، بابا كمل جامعة في لويزيانا وتخرج، وأنا ولدت في مدينة باتون روج.
وبعدين عشان الوضع كان صعب شوي بالثمانينات الاقتصادي فرحلوا مرة تانية على تكساس عدالس، والحمد لله هلأ إحنا هلأ لدالس، يعني ساكنين بدالس. هم أهلك كلهم موجودين في دالس؟ كلهم موجودين بدالس، نعم. أوكي. هل اللقاء كان عن حب يعني بين الوالد والوالدة؟ يعني هل حكوا لكم قصة ولا ظلت مكتر؟ لا، إنه أكيد قصة حب، بس كمان يعني ما شاء الله يعني هلأ متجوزين. يعني إحنا بنسمع قصص إنه في كتير عرب بتجوزوا أمريكانيات أو بنات أجانب، بس بتطلقوا بعد سنتين ثلاثة عشان أوراق مش أوراق، وإحنا بنسمعها كتير. بس الحمد لله أهلي ما هي مش قصتهم، يعني إنه حتى بابا ما كان عنده أوراق، أخذ لا ماما ما كانت عندها أوراق وجابت الأوراق من بابا. بدي أسألك سؤال يمكن يكون لك الحق الإجابة. هل وجدتي إنه والدك ووالدتك كل واحد منهم تنازل شوية عن عاداته وتقاليده عشان يلتقوا بالنص، أم أبوك لا كان مصمم على عاداته وتقاليده، أمك اللي تنازلت كتير، أم العكس؟ لا، أنا ما حسيت أنه في حد تنازل على التقاليد، بالعكس كانوا التنين يعني كتير متحافظين على تقاليدهم، وإحنا تربينا يعني بالتنين. بس أنه إحنا تربيتنا كان كتير يعني مرتبط مع الدين، والحوالينا كانوا كلهم مسلمين وعرب، ف يعني ناتشورلي يعني احنا ما كان في كتير يابانية حوالينا، فما قدرنا نستخدم اللغة اليابانية او نعمل اشي يعني نشاطات يابانية مع اليابانيين، كلهم كانوا عرب او مسلمين. فيعني this was a big disadvantage for my mom. طب احكيني عن اللغة، كيف تعلمتي اللغة اليابانية والعربية؟ الانجليزية كيف من المدرسة والحياة؟ فبابا يعني لما بدأوا يكونوا حياتهم هون بدالس، أكبر تحدي لهم خاصة بابا إنه كيف يربوا بناتهم، إحنا أربع بنات على فكرة، كيف يربوا بناتهم بأمريكا بتربية عربية وإسلامية، بس خاصة الحفاظ على اللغة العربية، هذا كتير كان مهم لبابا. فساعد في تأسيس المدرسة الإسلامية هون ببرايتر هورايزنز، فأنا كنت عمري 4 سنين وقتها، فيعني just in time يعني for me to go to school في مدرسة إسلامية، ويعني لهلأ يعني it's a very very يعني popular school, one of the biggest هون بالـ US. فكنا نتعلم عربي كل يوم، بس حتى يعني لأبوي ما كان يكفي العربي بالمدرسة، فكنا تعبا نيجي من المدرسة على البيت بالسيارة بسألنا إيش تعلمت اليوم بالعربي، كل يوم بسألنا يعني في interrogation بالسيارة بسألنا شو تعلمت العربي اليوم، فمنحكي له مش عاجبه، فبالبيت يعني نعمل كمان ساعة زيادة عربي راجعة على الدرس العربي اللي سويناها بالمدرسة، وبعدين كمان فوقها يعني we go to the next lesson ومنكمل كل يوم. حلو. وإمك من الناحية الثانية هل درست كل ياباني؟ لما أمي شافت أهمية اللغة العربية لبابا، أنا بعتقد إنه لما شافت بابا هيك يعني كان كتير يعني obsessed بالعربي، قررت إنه هي كمان بدها تدرس بناتها ياباني. حلو حلو. فكانت تعطيكوا برضو حصص يومية أو أسبوعية؟ السبت وأحد ساعتين تقريبا، إحنا كمان أربع بنات بتدرسنا ياباني. وبعدين على فكرة both of my parents كانوا بيشتغلوا full time، يعني ماما والبابا كانوا بيشتغلوا، فيعني they were very busy parents، عرفت كيف؟ بس إنه عشان it was very important to them، يعني they حطوا ساعة ساعتين كل يوم عشان يدرسونا لغاتهم. ممتاز. إذا أمك علمتك الياباني وأبوك علمك العربي والفلسطيني، شو تعلمتوا أيضا من أهلك؟ يعني من أمك هل تعلمتي مثلا طبخ السوشي، أكلات يابانية، ولا لا، ولا ما كانت تسوي هذا الإشي؟ ماما كانت تطبخ كل إشي، عربي ياباني مكسيكي، احنا بتكساس فيعني اكل مكسيكي يعني هذا يعني اهميه. بس كل شيء يعني كنا ناكل كل شيء يعني، بس انا ما تعلمت الطبيخ يعني عربي او ياباني ولا شيء، بعد ما عشت لحالي قبل ما تجوزت تعلمت من عندي، بس العربي يعني was more influential عشان again يعني انه البيئه كان more عرب than ياباني. طيب ايش الشغلات التقليدية اليابانية اللي عندكم كانت في البيت؟ مثلا شرب الشاي الاخضر، الماتشا تي، هل هاي الشغلات ضلت في البيت ولا ايش اللي جابته امك ياباني وخلته في البيت
وكلكم تعودتوا عليه، صار جزء من. لا في كتير شغلات يعني، الأكل أكيد أكلنا كتير أكل ياباني، يعني مش بس سوشي، يعني سوشي حتى ما كنا ناكل سوشي بالبيت، يعني سوشي is not something you eat بالبيت يعني يوميا. في طبخ ياباني يعني home cooked foods متعودين عليها. كل أحد مثلا كنا ناكل Japanese breakfast أو الفطور الياباني، هو بتكون رز أبيض مع الميسو سوب مع التوفو، وفي سمك سامن grilled salmon. هاي هي يعني ال traditional Japanese breakfast كنا ناكلها كل أحد مثلا. All the festivals يعني شهر ثلاثة امبارح كان عيد البنات، سو كنا نساوي يعني يعني نشاطات يعني traditional Japanese girls day activities. فيعني شغلات زي هيك كنا نسويها. يا نايس نايس نايس. طيب بالنسبة لأبوك إيش الشغلات اللي كانت تشوفي traditional عربية يعني أيامها، يمكن لما أنت تربيتي هيك شغلات شفتيها traditional، طاولة الزهرة، الشدة مثلا مع أصحابه، إيش الشغلات اللي كان هيك دائما تشعر إنها يعني Arabic ones؟ Arabic ones الشد كنا كان يعلمنا نلعب باصرة وهاند وشغلات إيش كمان يعني بابا كان يعني متدين، فيعني في شغلات كتير إن إحنا كان يورجينا الديانة أكثر من التقاليد العربية، وعشان لإله أهم إشي هو اللغة، يعني هو حافظ باللغة أكثر إشي من التقاليد العرب. أنا ما كنتش عارف كتير شغلات كانوا يسووها العرب عشان بابا ما كان يورجينا كتير، حتى ما كنا نسافر على بلاد كتير، إحنا ما كان عندنا كتير يعني المصاريف إنه كل سنة، في كتير يعني أهالي بيبعتوا أولادهم كل سنة كل صيف على البلاد، على فلسطين على الأردن على لبنان على مصر، بس إحنا ما كان عندنا الإمكان نسوي هيك، فبدل ما يودينا كان يعلمنا كل إشي بالبيت، وحتى ماما كمان ما قدرت تبعتنا على اليابان، يعني هذا كمان يعني big disadvantage لأهلي، إنه عشان one of the easiest ways to preserve a language إنه to immerse yourself in the language in the country، فعشان إحنا we didn't have that option، هي immersion كان جوا البيت. حلو واضح. طيب أول مرة زرتي فيها اليابان وأول مرة زرتي فيها فلسطين، خلينا نحكي عن أول مرة فيها زرتي اليابان مدام أنت حكيت عن السفر. أول مرة كنت عمري كان 4 سنين 5 سنين، فيعني ما بتذكر، في كم في صور وفيديوز بشوفهم، بس إحنا ما يعني إحنا مبينين إن إحنا مش يابانية، عرفت إن إحنا we looked foreign، فما كان يفكرون إحنا يابانية، حتى ماما كانت متحجبة فكان يفكروها ماليزية أو من إندونيسيا مش يابانية، عشان يعني غريب إنه في واحدة يابانية بتكون مسلمة ومتحجبة كمان، so يعني كان في شوية يعني foreigner look يعني the looks they give us، بس يعني my family يعني الأهل القرايب كانوا كتير مناح، يعني they treated us equal I had no problem الحمد لله. هذا كان عمرك 4 5 سنين ما بتتذكر؟ 4 سنين. أها. طب أكثر زيارة لليابان تتذكريها يعني أصغر كان عمرك مثلا 10 11 إمتى رحت كمان؟ رحت كمان مرة 1993 فكنت عمري 8 سنين. تمام، تتذكري فيها شيء يعني في احسن ذكريات؟ لا كل ذكريات حلوه، كل ذكريات حلوه، بس انه احنا عشان بنلاحظ انه احنا يعني we're different، عرفت كيف؟ فيعني even they would treat us the same عشان احنا عارفين احنا different، يمكن احنا بناخذ انه اوكي بيبي هم بيطلعوا فينا عشان احنا different، بس يمكن بس عم بيطلعوا فينا. Yeah. It's projecting. الاهل دائما بكل حب وحنان بيستقبلوا. اكيد. طيب فلسطين امتى اول مره رحتيها فلسطين؟ فهلا العرب بيعتبروا الواحد اذا ابوه عربي او فلسطيني الاولاد فلسطينيه عربيه اوتوماتيك. يس اوتوماتيكلي. فيعني ما كان في ولا يعني فرق انه اوكي امك يابانيه امك يابانيه بس انت فلسطينيه عشان انت بتابعي ابوكي، يعني هاي الفكره. مرات يعني the kids الأطفال مرات بيكونوا يعني they'll make jokes، عرفت إنه sometimes it's insensitive، فمرات يعني خواتي كانوا يتضايقوا كتير من هاي الشغلات، يعني
يعني oh your mom is Japanese بتقول ياباني ني هاو ني هاو، عرفت كيف يعني احنا عارفين ان ني هاو مش ياباني صيني بس انه كل شيء ايش يعرف كله خربطة. طيب امتى اول مرة زرتي فلسطين حكتي لي؟ كان قديش عمرك؟ كان عمري 11 سنة تقريبا. 11 سنة، كيف كان الشعور زيارة فلسطين لأول مرة؟ mixed. It was mixed. عشان I think إحنا يعني we didn't know what to expect. بس لما شفت المسجد الأقصى والقبة الصخرة يعني هذا this was a big deal. عشان البيت كان عندنا البوسترز ودائما كان نحضر شغلات فلسطينية يعني بابا موطني كتير كتير. You know, I didn't mention it before, بس هو كتير موطني. So it was فلسطين galore ببيتنا. كل إشي فلسطين ونحضر فلسطين وإنتي فلسطينية ومهرجانات فلسطينية كل إشي فلسطين. So لما شفنا يعني the iconic يعني places المسجد الأقصى قبة الصخرة يعني هذا this was really what was amazing for us. وكمان family ties يعني the generosity وال hospitality هاي شغلات كتير كانت حلوة وإحنا ما كنا متعودين عليها عشان إحنا ما عنا قرايب بدالاس. طبعا حضن الجدة وحضن العمات عمات يعني كأنك أنت بنتهم أو you know one of their own. صحيح شعرتي. في سؤال إجاكي من هيفا بيقول لك تحياتي لك والضيفة، هل تعتقدي أن الزواج حظ؟ يعني مش عارف شو هي بس هو حظ سواء كان من نفس الجنسية أو من جنسية مختلفة، هل تعتبري حظ ولا لا مش حظ؟ هذا this is a tricky question يعني ما بيكون حظ بس يعني كمان نصيب destiny يعني ماما وبابا بتطلع عليهم إنه أوكي ماما يابانية وبابا فلسطيني وتربيتهم يعني 100% يعني ما بتخيل إشي يعني أبعد تفكير يعني it's the opposite عرفت؟ حضارتين مختلفات سبحان الله there. الشخصيات بيناسبوا بعض كتير يعني أنا بتذكر لما أصحاباتي بيقولوا طب ليش أبوك يتجوز يابانية هو بحب عربي كتير بحب فلسطين كتير كتير. طيب إذا واحد بحب فلسطين يعني لازم يتجوز واحدة فلسطينية يعني هاي المنطق صحيح عربي كتير هلا هاي الدرجة ليش ما تجوز واحدة بتحكي عربي ليش تجوز واحدة بتحكي ياباني بتحكيش حتى لو هلا أمي بتحكيش عربي على فكرة. واو. يعني احنا كنا نحكي عربي مع بابا وياباني مع ماما وممنوع نحكي بالانجليزي بس بابا كانش يحكي ياباني وماما ما كانت تحكي عربي فكانوا بيحكوا مع بعض بالانجليزي فيعني to answer the question انه هي مش بس انه حظ بس يعني they have a very compatible personality فبعتقد ان هي كمان يعني نصيب وcompatibility. طيب لينا انا بدي اسالك سؤال هلا انت بنت التو كلتشرز هدول وابوك علمك لغه عربيه وامك علمتك لغه يابانيه وانت عايش بامريكا اصلا يعني ولد ثاني بقول لك اصلا انا شو بدي بالعربي وشو بدي بالياباني انا عايش بامريكا في بنفيتس اخذتيها في فوائد اخذتيها من تعلمك لهاي اللغات سواء بالحياه او بالعمل؟ لا اكيد يعني احنا يو بيكم فيري اوبن مايندد من الصغر والواحد يعني الطفل بلاحظ هاي الاشي من الاول انه متعود يشوف شغلة غير يعني ماما غير بابا غير عشان بابا غير عشان اتجوز واحدة غير عرفت كيف سو يعني احنا من we're used to differences فاحنا انا بحس انه mixed kids are very accepting they're more compassionate they're more affectionate they're more empathetic عرفت بعرفش هالكلمات بالعربي sorry بس كل فاهم عليك يا فديفينيتلي في كتير ادفانتجز وكمان اللغات يعني انه اتس ا هيوج ادفانتج كتير ناس بكيفوا لما بيعرفوا انه بتحكي عربي او ياباني واو ذات سو كول يعني دائما كنا بنسمعها. طب هل شعرتي انه الثقافه كمان اثرت غير اللغه اثرت فيك اعطتك انفتاح خاصه احنا عايشين في دول فيها كتير مالتي كلتشرزم هل اعطتك انفتاح على ثقافات غير الياباني والعربي؟ لا اكيد اكيد, أكيد. بس كمان يعني أنا بحكي عن حالي not يعني not all mixed kids had the same خبرة عشان أنا كمان تربيت ببيئة إسلامية عربية فالحوالي كانوا كلهم مسلمين أو عرب أو باكستان بس المسلمين
فيعني أنا كمان يعني I was limited with my exposure لحد ما تخرجت ثانوية رحت على الكلية والجامعة بعدين انفتحت أكتر وشبت عالمي غير المسلمين حتى لو أنا عايشة بأمريكا بس ما حسيتش أنه كنت عايشة بأمريكا إذا فهمت علي. نعم. طيب أنا بدي أسألك سؤال بيحكوا فيه في دراسة سووها في ماليزيا قبل يمكن 18 سنة ويمكن هاي يمكن أحد الدراسات اللي ذكرت كثيرا عند العرب لأنه بيحكوا أنه الزواج من جنسيات مختلفة الأبناء دائما بيكونوا أذكى من غيرهم. أذكى هل تتوقعي بدون حرج هل أنت وخواتك هل تعتبروا حالكم عندكم ذكاء عندكم التالنت الاي كيو أكثر من غيركم؟ ما I don't think the IQ دخلوا كتير يعني I think هي the critical thinking skills definitely يعني it starts triggered earlier يعني فت إنه بدش أبكر ما هن they're forced to think critically من الأول إنه يفشن يعني إذ يعني واحد يعني if you're raised 100% مثلا فلسطيني أو لبناني أو أمريكي أو صيني بتفكر إنه ال culture تبعك أحسن culture عرفت. بس إذا من البداية أنت متربي بالtwo cultures بتعرف إنه في كتير شغلات حلوة بهاي الكالتشر وكتير شغلات حلوة بهاي الكالتشر وكمان بتكون بتعترف إنه في كتير شغلات مش كتير حلوة بهاي الكالتشر ومش كتير بهاي الكالتشر يعني في عندك من البداية open minded critical thinking skills أنا بعتبر هيك. That's great. طيب أنا بدي أسألك شوي عن أمك. أمك أنت حكيتي إنها أسلمت هل تعلمت اللغة العربية ولا شوية؟ لا ما يعني بتفهم طلقت يعني فيعني السيكريت لانجوج بينك وبين اخواتك عربي يعني اكشلي يعني one of the biggest fights لما كنا صغار انه بابا بفهمش ايش بنقول وبحكي لنا احكوا بالعربي بنكون نحكي بالياباني مع ماما فبابا يعني demands بدي افهم ايش عم تقول وبتحكوا عني you know so شغلات زي هيك يعني looking back هلا it's funny بس وقتها يعني بابا كان كتير يزعل بالعكس بابا تعلم شوية ياباني ولا لا؟ لا نفس الاشي كان يلقطوا عشان كنت عم بقول انه هم كانوا يحكوا مع بعض بالانجليزي هذا اوكي احنا ما بنقدر نحكي بالانجليزي يعني ممنوع الانجليزي بس هم كانوا يحكوا مع بعض بالانجليزي عشان يفهموا على بعض يعني هم بينهم بين بعض بالانجليزي وانت وامك بالياباني وانت وابوك بالعربي العربي وانا مع خواتي كنا نحكي بالعربي او ياباني اوكي نعمل ايش عشان إذا بابا سمعنا نحكي إنجليزي يعني we're in big trouble. أنت ذكرتيني في قصة شاب فلسطيني صديق إلي دكتور كان يدرس في الصين تعرف على واحدة بالصين أرمنية من أرمينيا تزوجوا حبوا بعض وتزوجوا الآن ساكنين في فلسطين الأولاد بيحكوا أرمني وبيحكوا عربي بس اللغة المشتركة في الدار صيني ولا واحد منهم صيني يعني فهمت كيف هم الأب والأم درسوا بالصين لأن الأب والأم بيحكوا مع بعض صيني دائماً فاللغة المشتركة في البيت صارت صيني نفس الإشي بأنه حتى كلتشر تاني سبحان الله. طيب أنا بدي أسألك عن كلمة بتذكر كثيراً ويمكن كتير ناس ما بعير لها انتباه اللي هي mother tongue هل تعتبري أنه mother tongue تبعك mother tongue تبع أمك ولا لا؟ طيب أنا ما بآمن بالإشي اسمه mother tongue حتى I don't even know what that means يعني بعرف كان في mother day mother's language day ما بعرف إشي زي هيك أسبوع اللي فات قبل أسبوعين وحضر شوية يعني برامج بيحكوا عن هاي الموضوع ويعني it doesn't make sense to me يعني what does that mean mother tongue يعني I'm a mother معناتها am I يعني بس أنا لغتي عربي وإنجليزي ياباني okay which one's my mother tongue What's يعني it doesn't make to me يعني it doesn't really make sense. فأنا مع أولادي بحكي عربي وبحكي ياباني وبحكي إنجليزي. هنيجي لأولادك. طيب في سؤال من محمد التميمي بقول لك أهلا وسهلا فيكي أنا ابني بتعلم الياباني مع إنه أمه وأبوه عرب شو بتتوقع الميزات من وراء تعلم اللغة اليابانية؟ سؤال جيد.
يعني طب ايش السبب يعني؟ اذا عشان انمي ولا عشان بس بيحب الكلتشر؟ اعتقد بالجامعة بتعلموا بالجامعة. أوكي. يعني رسمي. هل تعرف، هل تتوقع في ميزات من يعني اللغة الإنجليزية مثلا، لغة البزنس ولغة الترافلينج، الفرنسي يمكن اللي بده يدرس فنون، ولا يدرس الياباني؟ الياباني تعرف أنا حسيت طول حياتي لما ناس يعني بأمريكان، مش هلا بنحكيش عن عرب ومسلمين، لما أنا بحكي لهم إنه أنا بحكي ياباني وعربي بيكونوا كتير مستغربين ومتحمسين لما بحكي لهم أنا بحكي ياباني. يعني this was so cool، عرفت؟ way cooler than Arabic. يعني the reaction was very very different الياباني. ف I think إنه there's a ما بعرف just the general interest بالياباني بشكل عام، إنه it's a cool culture. There's anime، عرفت ال animation or the mangas all Japanese. دائما بتلاقي Japanese culture is very very popular بأمريكا، وأكيد بكندا نفس الإشي، وحتى جاب يعني business كمان. يعني أكيد business connections، Japan is شو اسمه I think the 7th or 8th most spoken language in the world. يعني ف it's a very important world language. هل كنت أسألك سؤال يمكن أنا ما حكيت لك إني حسألك إيه؟ هل كنت تحضر الكرتونز بالعربي وبعدين تحضريها بالياباني نفسها؟ كتير في كرتونز مترجم. كل طفولتي كان هيك. يعني إحنا بعض كرتون كنت عم تسألني يعني what's the تقليد الياباني كنا نسويه بالبيت. صراحة the تقليد كانوا الكرتونز الأنيمي الأنيميشن. كنا نحضر كتير كرتون ياباني، ويعني كان كتير فظيع الياباني compared to يعني even English كان كتير فظيع. والعربي بابا كان يجيب يعني VHS tapes بسجل من الستاتلايت تي في وقتها، كان يسجل من الستاتلايت تي في ما بعرف، أظني كل صبح ساعة ساعتين في كرتون عربي بسجلهم حطه VHS tape ونحضرهم. وبكون شغلات زي كابتن ماجد، السيدة ملعقة، ياقوت، ميمونة، يعني أكل نيمي، all of them كلهم أصلهم ياباني. أصلهم ياباني، حضرتيهم بالياباني؟ يعني بتكون دبت بالعربي بس إحنا بكون عارفين هذا ياباني، ونحكي لبابا هذا أصلاً ياباني. محمد التميمي عنده تعليق بحكي بالقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، صدق الله العظيم. هذا يدل على أن كل ثقافة لها أفضليتها وميزاتها، يجب على الإنسان أن يسعى للكمال، وإن كان هناك كمال في البشرية، وأن الإنسان في مجموعة ثقافية، في المجموعة ثقافته المتميزة يشكل الكمال البشري، صدق الله العظيم. طيب بدي أسألك عن مكان التربية لأبنائك. الآن أنت متزوجة وعندك أبناء، صحيح؟ الحمد لله. الحمد لله. زوجك فلسطيني جنسية أخرى ولا فلسطيني عربي؟ لا، فلسطيني عربي. فلسطيني. طيب أولادك الآن، أنت إحنا حكينا عن first generation، second generation، هل تنتقل لهم هذه الثقافة واللغة؟ هلا انت لما تقول second generation، انا بعتبروني second generation ولا اولادي بيكونوا second generation؟ لا، لو احنا بدنا نحكي انت first generation، لانه انت اول وحده ولدتي من ابوين مختلفين. اوكي، شكرا للتوضيح. انا ما كنتش عارفه 100%. لا لا، بيني وبينك يعني يمكن تكون مصطلح غلط. بس بيني وبينك خلينا نكون نعتبر انت first generation وهم second. اوكي، هم second. يعني هذه لا، أولادي صغار يعني 4 and 2، ابني 4 سنين عمره وبنتي عمرها 2، فلسه يعني هاي بداية. يعني we're trying to figure out يعني كمان يعني كيف بدي أربي أولادي، الأيدنتيتي، إنه هل الجنسية مهمة، هل اللغة مهمة. أنا قررت إنه كتير مهم اللغة، خاصة كتير مهم. فصرت أدرس، يعني لما ابني صار عمره 4 سنين قررت إنه عن جد بدي أخذ اللغة العربية، يعني I want to take it seriously. يعني صرت بدي أدرس ابني عربي. فبلشت يعني recently، يعني إنه يمكن ما صار له سنة لما بلشت أدرس ابني عربي، لما شفت كيف كان يلقط اللغة بسهولة قلت واو.
لازم يعني أصير أعلمه ياباني كمان. حلو حلو. قبل شهر ونص يعني تقريبا صرت يعني شوي شوي أبدأ تعليم الياباني كمان. كيف هو استيعابه؟ كيف عم بأخذ الموضوع؟ يعني شوي شوي بديش يعني أنا لما كنت صغير أوكي إن أهلي الحمد لله يعني بابا وماما يعني they worked hard يدرسون عربي وياباني، بس كمان يعني وقتها we were very يعني tired of it، عرفت إنه ما كنا نستمتع بالتعليم اللغة صراحة، وكل جيلي كان يقولوا نفس الإشي. لما حتى لو ما روحش على المدرسة الإسلامية كان يروح على Sunday school، يعني it wasn't something fun، عرفت إنه روحنا غصب عنا، وحتى لهال يعني it wasn't a fun experience. فهلأ جيلنا عم نسأل أوكي إحنا كيف بدنا ندرس أولادنا عربي بس بطريقة مستمتعة، يعني in a way that makes sense to them، إنه ليش لم يتعلموا عربي، ف make it relevant for them، عرفت كيف؟ هاي مشكلة يمكن هلأ أكتر لأنه في عصر التكنولوجي والآيباد والأمور هاي قد تكون معيقة ببعض الشيء. يعني أيام أنت يمكن ما كانش في آيباد، يعني الوقت الفراغ أكبر من هلأ. صح، وكمان هلأ إنه في ناس عم بيقولوا إنه هاي الشغلات مش مهمة، أهم إشي إنه أخلاق الواحد والدين الواحد، يعني who cares about culture. إن بعرف إنه في movement إنه they try to يعني what's the word إنه not focus too much on هاي الشغلات. ف ما بحسب يعني every parent يعني decides for themselves يعني what's important to them. بس أنا يعني بفكر كيف أهلي يعني كوالدة نفسي، يعني since I'm a parent شفت كيف my parents put so much effort in the language، فبحس إنه it's my duty إنه أحافظ على اللغة كرمالهم، وكمان يعني to pass it down to my kids، يعني احترام لأهلي قد ما حطوا هذا الجهود يعني to maintain the language and culture، أنا I want to do it for my kids too. You spoke a lot about language. شو الكلتشر الثقافة؟ هل برضو بتحاولي تنقليها لأبنائك، سواء الثقافة العربية الفلسطينية الإسلامية أو الثقافة اليابانية بتقاليدها وعاداتها؟ هاي this is the plan، يعني عشان أولادي صغار لسه، إنه هذا إشي يعني بالبداية we're starting slowly، فيعني we're starting things with like مثلاً جبت هاي you know doll الياباني I thought it was cute، عرفت كيف؟ وبنتي كمان عندها her whole house is hell is her whole room is Hello Kitty. فبحاول يعني introduce them to both Japanese والعربي وفلسطيني، والأكلات كمان يعني بطبخ أنا فلسطيني عربي وكمان بطبخ ياباني، بوديهم على المحل الياباني ومحل العربي. هي the biggest challenge is just like إحنا لما كنا صغار إنه البيئة هون يعني المجتمع اللي حوالينا أغلبهم عرب ومسلمين، فما في كتير exposure to ياباني. فهلأ my kids are gonna say طب why should we learn Japanese، ما في حدا هون ياباني. منشوف كيف حيصير يعني. طيب يعني هو شوف هو الثقافة واللغة شيء مهم جدا، ويمكن بيفتح لك أبواب وآفاق كبيرة، بس بدي أسألك هلأ أنت بهذا العمر هل بتشكري والديك على أعطوكي لغة additional أو لغتين حتى والثقافة الكبيرة هاي؟ لا أكيد no 100% 100%. وكمان بدي وأنا say هاي النقطة إنه قد ما بابا كان كتير يعني مهتم باللغة وعربي، وكان هذا كان إشي معروف على فكرة عنا، إنه أبوي سامي الدرباشي كان كتير متحافظ على اللغة، فيعني الreputation كان عندي بالمدرسة الإسلامية إنه half Japanese girls عربي is the best عربي in class. هذا عشان أبوها. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب في عندنا سؤال من عائشة، عائشة عمر بتحكي did you find the similarities in the Japanese and Arabic culture growing up؟ Yes, في similarities. زي. مثل ال I think ال respect for the family. Respect for يعني Arabs, Japanese have a lot of pride. إنهم يابانية والفلسطينية، أنا بدي أحكي عن الفلسطينية مش عرب بشكل عام، بس فلسطينية very very nationalistic.
فيا إنه في كتير pride وفي كتير respect للfamily والculture. هذا السيميلاريتي أكثر إشي. طب في أشياء ثانية ولا لا؟ السيميلاريتيز؟ يب. بدي أحكي لك عن differences بس. يا أوكي أنا بدي أسألك سؤال اللي بعده يعني أنت كويس دخلت في يعني بديش يعني I don't want to be negative بس إنه في كتير differences يعني مثلا أنا بتذكر لما ماما بتكون يعني مستغربة إنه في تصرفات العرب كانت تتضايق منه كتير مثلا التوقيت يعني رب تضحك Arabic time ها الأجي على 8 ولا Arabic time 8 هاي فرق كبير يعني بتذكر انه she never got over it عرفت فهي ولا شيء تاني شيء يعني انا بتذكر لما كنت على روح اليابان يعني في نظام انه عن جد organization top world class عرفت بلاد العرب you know في شوية relaxation هاي الشغلة انت ذكرتيني في قصة يعني بدي احكيها هيك للجميع مرة انعزمت انا مدامتي صينية فانعزمنا على عرس العرس كان على الستة طاعة فانا بسرعة بسرعة وجبنا ناني ودفعنا لها 3 ساعات ويلا ويلا ومش عارف ايش والبسي المهم على الستة كنا في القاعة دخلنا على القاعة اللي احنا فيش غيرنا ستة ستة وربع ستة ونص لبحكي لمرتي بقولها أنا شو هذا يعني إشي مش حلو يعني بتقول لي ما هم كاتبين لك it's Arabic wedding مش English على فكرة أنا I inherited the Arabic time على فكرة لا يعني ما أخذتيها من اليابان هاي طيب شو في شغلات أمك كانت تشعر برضو فيها غريبة يعني أنت شفتي 2 غير الوقت I think the community feel تبع العرب I think was very shocking مش shocking بس إنه في more community feel بحس مع العرب عشان العوائل أكبر you know there's more kids there's more uncles there's more aunts there's more cousins ولاد عام بنات عام ولاد خال you know you have a lot more family ف there's always more mixing بس باليابان خاصة هلا يعني إنه ما في هاي شغلات إنه everybody kind of لحاله just like America يعني the nuclear family بيكونوا لحالهم ما في هاي ال huge gatherings كل أسبوع كل جمعة كل سبت يعني إحنا على عيد الميلاد تعزم لك 50 60 70 80 أو الأعراس بيكونوا يعني 500 واحد أعراس هذا بعد ما تعمل elimination للناس اللي مش عرب تعزم 500 بالضبط طيب لينا أنا كتير انبسطت معك في النهاية أنا حاب أعطيك آخر دقيقتين إذا بتحبي تحكي أي نصيحة للناس اللي متزوجين من جنسيات مختلفة بتربية الأبناء أي شيء بتحبي تعطيه هنت بتحبي تحكي إليك المايك يعني أنا الحمد لله يعني looking back إنه عن جد my parents did the best thing they knew how to do فأنا بأخذ يعني I get inspiration from them إنه يعني أنا جوزت واحد فلسطيني أنا بحب اللغة العربية وبدي أفتح مدرسة عربية للأولاد يعني and all this inspiration عشان أبوي يعني the effectiveness of my parents هلأ بتبين لما أنا صرت والدة وصرت بدي أربي أولادي عن جد انه just to appreciate your parents even though if إذا حسيت صعب انا كتير كنت حاسة صعب وقتها بقول ليش بابا it's so embarrassing دايما بده يعمل لي مشكلة بالمدرسة انه ما عم بتعلم عربي على طريقته لغته الله الله عن جد الحمد لله وبعدين الميكست ميرج يعني هلا I think صارت عادي يعني مش مشكلة زي ما وقتها كانت اشي غريب ومميز بس هلا I think صارت عادي أهم إشي أنا أكثر من الجنسية بحس إنه هي ال shared values وال compatibility بالشخصيات أنا بعتقد هذا أهم من الجنسية مزبوط صحيح صحيح أنا بدي أشكرك من صميم قلبي أشكرك باسم جمهور كنار تي في اللي تابعك باسم القناة وباسمي شخصياً
كنت أكثر من رائعة يا لينا، أعطتينا شغلات وهندس ومعلومات كثير ناس ما بتفكر فيها. إن شاء الله استفدت شوي. أبدعتي. أنا بدي أوجه رسالة اليوم لوالدك ووالدتك، أحكي لوالدتك مشكورة كثير على هذه التربية، ولوالدك أيضا على التربية واللغة اللي أعطاك إياها. ندعو لهم بالصحة، ندعو لهم بالعافية، بنقول لماما كونيتشوا، وبنقول لبابا الله يعطيك العافية، وإن شاء الله ربنا يعطيك ثمرة هدول الصبايا ويخلي لك إياهم، وتكون دائما تاج أنت والمدام على رؤوسهم يا رب. الله يخليك، شكرا كثير، كلك ذوق. وصلي لي بس الكلام عشان بس أجعد على درس أكل عندك. لا حبعتم اللينك هذا، رح يحضروا يمكن حيزعلوا. إن شاء الله الله يحفظ لك إياهم ويخلي لك إياهم. مرة تانية بنشكر الجميع، إن شاء الله نراكم في حلقة قادمة، تابعونا ونراكم على خير، تصبحون على خير. تصبح على خير.